تيسير لليسرى أنك تكون دائما مشاريع الخير في عيونك. يعني الآن من وفق إلى أن يجلس مثلا ويشاهد مجلسنا ويسمع الحديث عن مثل التبرع هذا أو مثل الوقف هذا، هذا من التيسير. الله جل وعلا يسر لك هذا الخير. هل تتصور أن الناس كلهم يشاهدون مثلا برنامجنا؟ لا، فيه ناس يشاهدون، في ناس قد يشاهدون أشياء أخرى، لكن الله ييسر لك الخير. يسر لنا الخير، رحنا زرنا بني يزيد مع أن ما كنا متوقعين بالروح وتتيسر هذه السفرة. كل عنده أشغال وكل عنده التزامات، ومع ذلك الله ييسر لك أشياء، تقف على مشاريع. قد يكون مثلا عندك أنت يعني حماس، لا يزيد حماسك حماس، هذا تيسير لك أنت. لذلك الآن اللي يشاهد مثل هذه الله ييسر لك الآن، هذه من التيسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله أكبر. من تيسير الخير أنت تشوفها وأنت تمشي في الطريق، دائما عينك على الأشياء الطيبة، هذا كله من التيسير. تفاعل معه، إذا الله ييسر لك شيء تفاعل معه، لا تحجم. الله ييسر لك معناته الآن تقدم طاقم كامل وتحرك وجهد، ولا تظن الأمور الآن اللي تخرج هذه أنها بسهولة. هذه يجلس عليها ناس يتعبون على أساس أنه يقتطع لك الحقيقة الآن الواقعة عشان تشاهدها أنت. فاستعن بالله وتوكل على الله وأبشر بالخير والخلف، وما عند الله خير وأبقى. إليك واقف الخير صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي.